السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم بمقطع جديد من طقطق في الفوتشاب العيال، بلا عنوان كذا العب بس بنفلها. من زمان كان ودي اسوي كذا، قلت يعني بدال انه فوتشاب فخلنا نلعب ونشوف ايش نسوي في الفوتشاب كذا مباشر، لانه فوتشاب اصلا ما ينفع انك تسجل مباشر، لازم تكون مركز. فانا بلعب كذا معاكم وتطقطقون وان شاء الله تستمتعون معي. فلا تنسون ابدا دائما تحطون زر اللايك على بدايه المقطع. هيا بنا ننطلق للمباراه، ليتس جو. طيب اذا تشكيله الخصم القادمه تشكيله برازيليه كذا، يعني ما هي مره قويه ولا هي مره اوكي. فان شاء الله نستحوذ على، نحاول نستحوذ الكوره في ملعب، يعني يكون استحواذ ايجابي، نمسك عليه الكوره مره اوكي. ليتس جو يا حبيبي، يلا يلا. يلا يعني يلا يلا سجل سجل. يا الله وش فمك على العرض يا خوي. لا تكفى يا شباب تكفى. لا استغفر الله وتوب اليه. يلا يلا ايوه يا اخي ايوه، ريحونا بس الان نبي نمسك الكره بالراحه يعني. ليتس جو يا ابو. المهم يا شباب قدرنا نستحوذ على الكوره 65% في الشوط الاول، لازم نكمل المباراه كام. فالشوط الثاني ان شاء الله اجمل. يا وجه الله والله 0 0 0 استحواذ عنده 35. يلا خلاص خلينا ننهيها. سن رعاك الله واصلح باله. عاد يعني معليش يعني معليش معليش يا مليون معليش. كرت ايوه كرت اصفر. المقصد انك تطلع انت يا اخي. يلا يلا سن. اوف كيف صد هذي؟ والله بس هجمه حلوه بس كيف صد. وقدم فريقه يا شباب، قدم فريقه. وولكر هرب، وولكر شد 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 هرب هرب وولكر. اسال الله العظيم ان يصلحك يا هدف. ذي هدف ذي هدف لقمنا. يلا ها تكفى تكفى يا مرسيال. رحنا شوط اضافيه مع الرجال. طيب احنا ما اتفقنا على هذا الشيء، قل الاستحواذ عندنا من 65 الى 62، لكن هنا لساعنا ما يا بي صح عليك. يس يلا لا 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 كنت يا ابن الكل. يلا هذه ما صديتها اتوقع زبال، فريقه زبال ولعبه زبال، انا افضل منه ب 200 مره. تشكيله الخصم القادم تشكيله جدا ممتازه. ليتس جو بسم الله. يلا الان نبدا نلعب لعبنا العادي اوكي. لا والله اشوى اشوى ايش فمك. اوكي 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 يلا يا بو. لا اوكي سجل هدف بس مو من جو مو من برا صح. ليتس جو بو صح. نرتاح عشان نرتاح اوكي. لا اوكي سجل سجل ادري سجلت عشان ارتاح. غلط 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 غلط. يلا يا بوبا. ايوه يا بوبا خلاص التحدي الاول انتهى. ايوه يا بوبا صح صح نص ذيب يا شيخ. يلا الله يلعن رجك. اصبر حرام كان يمديني اسجلها. سون 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 يا اسطوره انتهى التحدي خلاص. بلنتي احمر وكف وكل شيء حكي مرة لا تناقشني. اوكي نهاية شوط اول جميل استحواذ عندي.
يس. الله 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 الله، والله مستوى جميل يعني. هنا وين ان شاء الله تشكيلة الخصم القادمة، وين تشكيلة صعبة؟ والله صعبة، والله تشكيلة مرة ممتازة يا ولد، والله حابكم عرف كيف يوزع اللعيبة ويحط. اوكي اوكي اوكي. صح، يلا يا سون، توتي رجع يدافع. طيب يا عيال، شوط اول يعني سلبي بشكل، ما عندنا الا هجمه واحده بس. اوكي، شوط ثاني اجمل يا ولد، ما حتى ما مدانا نسجل برجع. فاول الحكم، فاول الحكم. اوكي يلا، ماني مع الرضا بشوت. اوكي، هي عرضيه وشوت طيب. يوه يا عيال، الخصم الدفاع حقهم زايد ومقفل، نفس ما فيه، نفس ما فيه. فما ادري وش الحل، الحل يا صديقي، الحل 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 نستمر على ما نحن عليه ونركز. نعم يلا يا كبير. لا 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 لا، ما يبغى لها كذا يا اخي. شوت يا مرسيول، شوت يا اخي، ايش اللي خلاك ما تشوت؟ احنا هو بيسجل يا مرسيال، لو ذنك جايب هذه ما كان سجل. يلا يلا، شوط ثاني اجمل. هي شوط ثاني ده. ما نبغى نروح بلنتيات. لا بلنتيات، لا لا لا. يس يا نوير يا مجنون، دائما اصد في البدايه وبعدين اخسر. يس حلوين. اوكي لا اوه حشوه، حلوين، ممتاز ممتاز. يس نوير اسطوره. ايوه يا شيخ، من زمان ما فزنا بلنتيات، الله عليك يا نوير، سوي لي تحيه ملازمه نوير. الله حلوين حلوين، ممتاز ممتاز. ترى والله اديت اداء كويس يا عيال، بالذات في الشوط الاضافيه يا عيال، وفي الشوط الاول. الشوط الثاني انا خبصت حق الوقت الاصلي، اعتبروها طقطقه في فوت شامبيون يا عيال، اعتبروا انه مقطع للطقطقه والوناسه، وانكم تستمتعون زي كذا. السلام عليكم.